السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير يا دكاترة دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، إحنا بنحل دلوقتي في ليسون 2، خلاص ندخل بقى في الموضوع على طول ونقول بسم الله. طبعا بذكرك لو ما كنتش مشترك في القناة فحضرتك بتيجي بتسأل في الكومنتات يا مستر الدرس ده ما نزلش وده ما نزلش، لا هو نزل بس أنت مش مشترك. ومش مهم على فكرة إنك تعمل سبسكرايب وبس، لا، المهم كمان إنك تفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الخاصة بيك، خلاص. وما تنساش بقى لايك وشير لكل زمايلك. طيب نقول بسم الله. بسم الله، اول سؤال بيقول لك ايه؟ choose the correct answer. the speed of the reaction of the oil with the caustic soda. طبعا احنا قلنا دي يا ولاد صناعه ايه يا مستر؟ ها، السوب، صابون. صناعه الصابون من الصناعات اللي بتكون ايه بقى، او من التفاعلات الكيميكال رياكشن اللي بتكون ايه بقى، relatively slow. خلاص، يبقى relatively ايه؟ relatively slow. very fast لا طبعا، relatively fast برضو لا، فيري سلو لا، مش ده الفيري سلو، هو ريلاتيفلي، نسبيا. ايوه دي، يبقى هي دي الرايت ايه، هي دي الرايت تشويس. خلاص، سؤالنا التاني بيقول لك الكيميكال فورمولا اوف النيتروجين بنت اوكسايد. طيب النيتروجين بنت اوكسايد عباره عن ايه؟ عباره عن N2O5، هي دي الجنرال فورمولا بتاعته. خلاص، هي دي الكيميكال فورمولا بتاعته، ف N2O5 مظبوطه صح. اذا يبقى الايه هي الرايت، ايه هي الرايت تشويس. طب امال ده ايه؟ ده نيتروجين داي اوكسايد، يبقى نيتروجين داي اوكسايد. خلاص، ده طبعا حاجة غلط خالص، يعني دي أصلا حاجة غلط خالص، تمام؟ هنا نيتروجين دايوكسيد برضه، إذا الاتنين دول إيه، مستبعدين، لأن دي هي دي، بس هنا حاطط لك 5 يعني 5 مول منه، ده متكرر 5 مرات، ده واحد بس، فاهم؟ فإذا هي دي كده كده الرايت تشويس. يلا اللي بعده. الإيكويشن ويتش ريبريزنت ذا بريكنج أب أوف النيتروجين بنتا أوكسيد. بص يا دكتور، إيه يا مستر؟ أول حاجة فين النيتروجين بنتا أوكسيد؟ قلنا N2O5 صح؟ يبقى أنا عايز هنا N2O5، يبقى ده مستبعد. N2O3 مستبعد، ها، N2O5 معايا، N2O5 معايا، اذا العمليه عمليه بالانس. يعني ايه بالانس؟ وزن بقى. خلاص، طب نعرفها ازاي دي يا مستر؟ بمنتهى البساطه، لو انت حتى مش عارف الايكويشن، يعني مش شرط تبقى حافظها على فكره، انت كده كده مفروض ان النيتروجين بنتا اوكسيد هيطلع لي ايه؟ هل هيطلع نيتروجين مونوكسيد ولا نيتروجين داي اوكسيد؟ هتقول لي نيتروجين داي اوكسيد. خلاص، مش مونو، مش ان او، هي ان او 2، فاهم؟ هو بيطلع ان او 2 واكسجين، لذلك دي مستبعده، يبقى ما فيش قدامك غير ايه، دي هي دي الرايت تشويس. حتى يا دكتور لو حبيت تتاكد منها عشان تشوف هي مظبوطه ولا لا، هتلاقي بص 2 تايمز 2 بفور نيتروجين، ادي 4 تايمز 1 بفور، مظبوطه. طب بص بص 2 تايمز 5 ب 10 اكسجين، بص 2 تايمز 4 ب 8 بلس 2 بقوا 10، كده زي الفل وما فيهاش غلطه، فهمتني؟ عظيم عظيم الكلام. يلا يا دكتور نشوف سؤالنا اللي بعده. at the beginning الستارت يعني بتاع اي رياكشن ال percentage of the reactant concentration بتكون 100%، وفي نفس اللحظه ال percentage of the resultant او البرودكت بتكون ايه؟ 0%، فهمتني؟ هنا بيتكلم على الرياكتانت 100، فين 100 يا مستر؟ ايه بقى، هي دي الاجابه المظبوطه. طب at the beginning of the reaction الكونسنتريشن اوف الريزلتنت، ها ريزلتنتس يعني نواتج، يعني برودكت، في البدايه بيكون زيرو، يبقى هي دي الرايت تشويس. طب باي ذا اند بقى، وفي الرياكشن نعكس البرودكت يقلب 100%، يبقى 100% والرياكتنت زيرو، فهمتني؟ فهو بيقول لي بقى باي ذا اند اوف الرياكشن الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت خلاص خلص، ما بقاش فيه كونسنتريشن اصلا، بقى زيرو، يبقى ايه هي الرايت تشويس، فهمتني؟ عظيم الكلام، عظيم الكلام. طيب صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لي السبيد اوف الرياكشن اوف الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن. مين الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن؟ ان اي او اتش، تمام؟ طيب ويز الكبر سلفيت اهو، ده هنفعله مع كبر سلفيت، قلنا سي يو اس او 4، وكان عندنا بقى في ليسون 1 وقلنا لوحده بيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن وحاجات كتير بقى. خلاص، طيب الكبر سلفيت احنا عارفين ان هو لونه بلو كلر، انما الصوديوم هيدروكسيد كلر ليس، انت اصلا مش عليك لونه بس اعرفها بالمره، بتزود معلوماتك. خلاص، بيقول لك از ميجرد باي ذا ديس ابييرنس، الاختفاء ريت اوف الكالر بتاع مين؟ مين اللي ليه كالر؟ بلو، هو ده اللي ليه كالر، هو ده ليه كالر؟ لا، يبقى مين اختفاء كبر مين؟ هتقول لي الكبر سلفيت. خلاص خلصت، فهمتني؟ وضحت؟ يبقى خد بالك ده ليه لون، ده ملوش لون. اعرف منين ان التفاعل ان الميجرمنت ديس ابير لمين؟ احنا قلنا ديس ابير الرياكتنت، يبقى ابير مين؟ البرودكت، فهمتني؟ يبقى مين بقى الرياكتانت؟ الكبر سلفيت. يبقى فين الكبر سلفيت يا مستر؟ هيدروكسيد لا، صوديوم لا، كبر سلفيت سي، يبقى هي دي الرايت تشويس. يلا اللي بعده. الفاكتورز ذات افكت ذا ريت اوف الرياكشن، ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الريت بتاع الرياكشن؟ قلنا في 2 يخصوا الرياكتانت و2 يخصوا الارو ده، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. فالتمبريتشر اوف الرياكتانت صح، كونسنتريشن بتاع الرياكتانت صح، يبقى تمبريتشر
اوف الرياكشن مظبوطه، درجه حراره الرياكشن طبعا، كونسنتريشن الرياكتنت صح، النيتشر اوف الرياكتنت مظبوط، اول ذا بريفيوس انسر اه هي دي كده، كل ده مظبوط يا مستر ما فيهوش غلطه، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. يلا اللي بعده، ان الكيميكال رياكشن اللي قدامك ده H2 بلس Cl2 ادانا 2 HCl، which of these statements describe the rate of this chemical reaction by passing time. طب واحده واحده، هما الاثنين دول على بعض مالهم؟ هتقول لي رياكتنت، طب واللي هنا ده اسمه ايه؟ هتقول لي برودكت. هو انا كنت بعرف منين الريت اوف الكيميكال رياكشن؟ هتقول لي ات ذا بيجيننج الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت كان بيكون 100% والكونسنتريشن بتاع البرودكت بيكون زيرو، بس هو مش عايز كده، بيقول ايه؟ بيقول باي باسنج تايم، يبقى اكيد باي باسنج تايم الاثنين دول كونسنتريشن بيقل بيديكريز، والاتش سي ال هو اللي بينكريز. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ ده طبيعي جدا منطقي جدا كرياكتنت برودكت. فتعال نشوف اختياراتنا، بيقول لي الكونسنتريشن اوف الهيدروجين والاتش سي ال بيزيد، فين الهيدروجين ده والاتش سي ال ده؟ بالله عليك الاثنين بيزيدوا ولا الهيدروجين بيقل؟ الهيدروجين بيقل، يبقى وجود الهيدروجين خلى الجمله كلها غلط، الاستيتمنت كلها غلط. طب بص، الكونسنتريشن اوف السي ال 2 والاتش 2 انكريز، فين السي ال 2 ده والاتش 2 الاثنين دول؟ ده بيزيد ولا بيقل؟ ده بيقل يا مستر، غلط، ده رياكتنت يا مستر، يقل ما يزيدش. طب هل الكونسنتريشن بتاع الاتش سي ال بيزيد؟ بص بص، الاتش سي ال ده برودكت بيزيد فعلا، اه يا مستر بيزيد، اهو ده بيزيد بينكريز، صح، يبقى هي دي فعلا الاجابه المظبوطه. لان بص السي ال بيقل والاتش سي ال بيزيد، فهو بيقول لي الاثنين ايه؟ الاثنين ديكريزز، غلط برضه، ما ينفعش، لازم تبقى الجمله كلها غلط. آه صح. يلا اللي بعده. All of the following are vectors affecting in the rate of a chemical reaction except كل دي من الفاكتورز اللي بتأثر على الريت وفي الكيميكال رياكشن ما عدا ايه؟ طب هي ايه الفاكتورز؟ قلنا اربع حاجات صح؟ اول حاجه النيتشر اوف الرياكتنت، فهو بيقول لي ايه؟ ادي النيتشر اوف الرياكتنت، ماشي مش هختارها عشان هو عايز الاكسبشن. طب تاني حاجه الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت، ادي الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت فمش هختار ولا ده هختار. طب النيتشر اوف البرودكت، هو البرودكت النيتشر بتاعته تفرق معايا في حاجه؟ لا طبعا، ليه؟ ده برودكت ده ملوش علاقه اصلا، انا بتكلم على الرياكتنت خلاص. يبقى هو بيقول لي اكسبشن، يبقى هي دي ليه؟ لان التمبريتشر اوف الرياكشن برضه من الفاكتورز اللي افكتنج على السبيد اوف الكيميكال رياكشن خلاص. يبقى هو ده الايه؟ هو ده الاكسكلودنج الاكسبشن، يعني هو ده الاكسبشن اللي هو بيتكلم عليه خلاص. طيب يلا سؤالنا اللي بعده، النيتشر اوف الرياكتنت از ريليتد تو ايه؟ طبيعه الرياكتنت از ريليتد تو ايه؟ ها احنا قلنا النيتشر اوف الرياكتنت فيها حاجتين، ايه هما؟ هتقول لي اول حاجه الكايند اوف بوندنج، نوع البوند ايه؟ يا اما يكون ايونيك يا اما يكون كوفيلنت بوند. والحاجه الثانيه غير الكايند اوف بوندنج السيرفيس اريا الاكسبوزد للرياكشن، اه السيرفيس اريا الاكسبوزد للرياكشن، والكلام ده طبعا قلناه تفصيلا في الشرح خلاص. لذلك الكايند اوف البوندنج ان الرياكتنت بس هو اللي ليه علاقه بالنيتشر اوف الرياكتنت؟ لا مش هو بس. طب هل التمبريتشر؟ لا ملهاش علاقه. طب هل السيرفيس اريا؟ اه بس مش لوحدها. بص بيقول لي ايه؟ اونلي هو المفروض الاثنين دول مع بعض خلاص، فدي غلط. هو بيقول لي بقى اي وسي صح، يبقى دي هي الرايت تشويس. فهمت اللعبه؟ يبقى دي فعلا هي الاجابه الايه؟ هي الاجابه المظبوطه. طيب تعالى يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور، بيقول لك ايه يا دكتور بقى؟ بيقول لك الكوفيلنت كومباوند ار نوت ان ذير رياكشن. على فكره الكوفيلنت بيكون سلو خلاص، يبقى الكوفيلنت ماله يا مستر؟ سلو، انما الايونيك فاست، ففاست غلط سلو صح، يبقى دي، انما مش فيري سلو طبعا، يعني مش فيري، فاهم؟ مش فيري. طب الكيميكال رياكشن وفي لا ده فاست على طول، سلو غلط، يبقى فاست هي دي رايت تشويس. فهمتني؟ خلاص الاثنين طبعا ايه؟ عكس بعض. طب الرياكشن بتوين السيلفر نيتريت سوليوشن اللي هو مين؟ اللي هو الاي جي ان او 3، اوعى تنسى بقى خلاص، مع الصوديوم كلورايد ان اي سي ال، ايه ده يا مستر؟ ده انستنتينيوس رياكشن، يعني ده تفاعل لحظي خلاص. فده ايه؟ هل ده سلو؟ هو بيقول لي از ايه رياكشن؟ ده فاست رياكشن، فاست سريع، اول ما حطينا الاثنين على بعض بنلاقي وايت بريسيبتيت على طول بيتكون. ليه؟ لان هو تيك بليس بتوين مين؟ الايونز اهو، بص ايونات، فاهم؟ وليس بتوين المولك، وليس بتوين المولك، اللي هو بتوين الايونز خلاص، يعني ايونيك يعني مش كوفيلنت. صح بقى اللي بعده، بيقول لك ايه يا دكتوره؟ بيقول لك which of the following graphical relations represent a relation ما بين مين يا عم؟ السبيد اوف الكيميكال رياكشن اللي هو الريت يعني، والتمبريتشر. طب ما انا كل ما هزود التمبريتشر كل ما الريت ما هيزيد، كل ما هقلل التمبريتشر كل ما الريت ما هيقل، لان دي فاكتور من الفاكتورز اللي افكتنج على السبيد خلاص. يبقى اذا العلاقه ايه؟ دايركت. دي كده انفرسلي، دي كده واحده ثابته والثانيه بتتاثر، غلط. دول كده الاثنين ماشيين مع بعض صح، يبقى كده دايركت. فهمت اللعبه؟ واضحه؟
مفهومة، حلو جدا. يلا يا دكتور نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك ايه يا دكتورة؟ الايرون فيلينجز، يعني الفيلينج بتاعت الايرون، مرات الحديد يعني، حديد باودر يعني، فاهم؟ رياكت وذ دايلوتد اتش سي ال faster than a piece of iron that has the same mass due to the ايه؟ بص يا باشا، طالما فيلينجز وحته بيس، يبقى العلاقه، يبقى القصه قصه سيرفيس اريا اكسبوزد للرياكشن. اكيد في حاله الايرن هنا طالما فاستر يبقى كانت مالها، كانت السيرفيس اريا اكسبوزد للرياكشن ايه، اكبر، انكريز، زياده، فاهم؟ هو بيقول لي بقى بسبب ايه، دو تو ايه بقى، ها، دو تو ايه، انكريز الكونسنتريشن، ملوش علاقه بالكونسنتريشن لان الاثنين زي بعض. خلاص بص بيقول لي ايه، سيم ماس، نفس الماس بالظبط، فمالهاش علاقه بالكونسنتريشن. طب البرسنتج اوف كاتاليست، هو ما قاليش ان في كاتاليست اصلا. انكريزنج ان ذا سيرفيس اريا، بالفعل هو ده الكلام. يعني ايه؟ ان هنا السيرفيس اريا الاكسبوز للرياكشن، ان الكيز اوف الايرن فيلينجز از لارجر ذان السيرفيس اريا الاكسبوز للرياكشن ان الكيز اوف بيس اوف ايرن. فهمتني؟ خلاص، وممكن يجي لك جيف ريزون هتبقى نفس الاجابه اللي انا قلتها دي نصا. طبعا التمبريتشر، لا مش التمبريتشر، خلاص. يلا سؤال نمبر 17 بيقول لك ايه؟ ال rate of most of the chemical reaction is not by rising the temperature. ها ال rate بتاع ال chemical reaction، لو انا عليت ال temperature بيزيد طبعا، فين بيزيد؟ increased، يبقى هي ايه؟ يبقى الايه هي ال right choice. يلا نمبر 18، ال rate of the chemical reaction is increased by rising the temperature due to ايه؟ والله ال rate بيزيد لما بزود ال temperature. ايه السبب بقى؟ عشان يا دكتور ال number of the probable collision between the molecules be increased، احتمالية التصادم بين المولكيولز بتزيد، وبالتالي خلاص يبقى ان هم هيتحولوا، النواتج بقت اسرع، بقت اسهل. فهمتني؟ يبقى نقول ايه بقى السبب ايه؟ تعالى نشوف كده اختياراتنا مع بعض. بيقول لي انكريزنج، هل بقى ان الريت بتاع الكيميكال رياكشن بيزيد لما بزود التمبريتشر بسبب ان انا هزود النمبر اوف البروبابل كوليجن ما بين المولكيولز؟ صح. طب هل لما بتزود التمبريتشر بتزود الكونسنتريشن؟ لا طبعا. ايه علاقه الكونسنتريشن ده؟ الكونسنتريشن عدد الايه، عدد الرياكتنت، عدد قد ايه، النمبر اوف المولكيولز. طب بزود السيرفيس اريا، ملهاش علاقه برضو. ايه علاقه التسخين بالسيرفيس اريا؟ يعني انا لو والله لو جبت شويه شوجر باودر وجبت كيوب اوف شوجر وبقول لك سخن كده، انت زودت السيرفيس اريا، او اسف جبت حتتين ميتال، يعني حتتين ميتال زي بعض بالظبط، واحده سخنتها والثانيه لا، كده انت زودت السيرفيس اريا. لا ما زودتش السيرفيس اريا، انت زودت التمبريتشر. افهم انت بتزود ايه، فاهم؟ طب increasing the number of the molecules برضه لا، يبقى اذا هي فعلا هي دي الاجابه المظبوطه زي ما قلنا في الاول، ان بنزود the number of the probable collision، وهي دي نفس اللعبه بتاعت الكونسنتريشن على فكره. خلاص يعني نفس اجابه الكونسنتريشن، الاثنين حاجه واحده. طب يلا اللي بعده، the increase in the concentration of the reactant during the chemical reaction. اهو لو انا زودت التركيز بتاع الرياكتانت، المتفاعلات اثناء الكيميكال رياكشن، دي نقط ان ذا نمبر اوف الكوليجن بتوين المولكيولز، ها الايه بقى، هل بيزيد ولا بيقل النمبر اوف الكوليجن؟ بيزيد طبعا، اول ما زود الكونسنتريشن الدنيا زحمه، فعدد الاحتمالات والتصادمات بيزيد قوي، يبقى بي انكريز بي. فهمت اللعبه؟ يبقى بي انكريز يا مستر. طب يلا نشوف اللي بعده. يلا، نقط انكريزز the number of the probable collision between the molecules and the consequently increases the speed of the reaction. ايه اللي لما بزوده ال number of the probable collision بتاعت ال molecules بيزيد؟ والله يا اما ال temperature يا اما ال concentration. هو بيقول لي adding a catalyst only. والله لو انا زودت catalyst ال number of the probable collision between the molecules بيزيد. طب هو الكاتاليست كده كده بيزود الريت، بس تعالى نشوف بقيه الاختيارات. خلاص، increasing the reaction temperature بس؟ لا. increasing the reactant concentration بس؟ لا. فاهم ليه؟ اللي هو بص بيقول لي بس فقط، اونلي اونلي، لا هما الاثنين مع بعض فعلا، التمبريتشر والكونسنتريشن، الاثنين دول ليهم علاقه بالنمبر اوف البروبابل كوليجن. هو بيقول لي دي الاثنين بي وسي، صح، يبقى بي وسي مع بعض صح، لان الكاتاليست هو هيزود الريت بس مش عن طريق النمبر اوف البروبابل كوليجن. خلاص، امال عن طريق ايه يا مستر؟ ان هو بيبوندد بالرياكتانت يخليهم يتفاعلوا ويقوم فكك البوند، اتحولوا لبرودكت. خلاص فاهم؟ عارف انت واحد كده يعرف ايه ويعرف بي، ايه وبي دول الرياكتنت، فهو بيجيب ايه وبي ومخبطهم في بعض، خلاص بدل ما هم بعاد عن بعض قربهم من بعض وخلاهم يتفاعلوا وخلصنا. وضحت؟ يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه؟ The substance which changes the rate of reaction without itself being changed is known as ايه؟ The substance اللي بتغير الريت بدون ما تتغير دي كاتاليست. فين الكاتاليست؟ سي، هي دي الرايت تشويس. وصلت؟ طيب يلا نشوف يا دكتور سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر. الريت اوف البريكنج اب اوف الهيدروجين بيروكسيد، هيدروجين بيروكسيد H2O2،
increases by addition of ايه؟ ها والله لما اجي اضيف الهيدروجين بيروكسيد، لو انا ضفت كاتاليست، ها ضفت مين يا مستر؟ كاتاليست. مين الكاتاليست عندنا؟ MnO2 منجنيز دايوكسيد، خلاص. او هنعرف بعد كده اللي هو الايه، الاوكسيديز انزيم اللي في السويت بوتيتو. فهو بيقول لي منجنيز اوكسيد، لا هو منجنيز داي اوكسيد، منجنيز مغنيزيوم، هو مش مغنيزيوم اصلا، هو منجنيز. خد بالك في فرق ما بين مغنيزيوم يعني ام جي، منجنيز ام ان، فاهم حاجه؟ ها منجنيز مغنيزيوم، بص منجنيز مغنيزيوم. طيب كبر اوكسيد، لا طبعا مش كبر اوكسيد، منجنيز داي اوكسيد، ايون، هي دي الرايت تشويس. طيب 23 بيقول لي باي ادينج المنجنيز داي اوكسيد تو الهيدروجين بيروكسيد. المنجنيز داي اوكسيد ده كاتاليست، لما نضيفه للهيدروجين بيروكسيد H2O2 ايه اللي يحصل؟ هيحصل ان يحصل ديكومبوزيشن يعني، خلاص. هو بيقول المنجنيز داي اوكسيد ورك ات كاتاليست، صح. المنجنيز داي اوكسيد ورك از كاتاليست، صح. اند اتس ماس ديكريزز باي الاند اوف الرياكشن، غلط. ليه؟ يا حبيبي الكاتاليست الماس بتاعته لا تتغير، بترمين كونستانت، خلاص. يعني مش بيشير في الكيميكال، مش بيدخل في الكيميكال رياكشن. هو لو الماس قلت يبقى دخل في الكيميكال رياكشن، بقى جزء من الرياكت، فهمت؟ طب المنجنيز دايوكسيد ورك اس كاتاليست، صح. اند اتس ستراكشر دازنت تشينج، اه دي جمله مظبوطه يا باشا، ما فيش فيها غلطه. انما الهيدروجين بيروكسيد ديكومبوزز اند الهيدروجين جاز ايفولف، لا ده هو اكسجين يا حبيبي، ده بيبقى عباره عن اكسجين دايف في ميه اصلا، اللي هي ميه الاكسجين، خلاص. هيدروجين بيروكسيد دازنت تشينج and its mass doesn't decrease، غلط طبعا، لان هو بيتشينج على طول، الاكسجين بيخرج منه فبيتشينج، يبقى الاثنين دول ايه؟ مستبعدين وخطا. طيب تعال نشوف سؤالنا اللي بعده. بيقول لي نوت انزيم ان السويت بوتيتو انكريز ذا ريت اوف بريكنج اب اوف الهيدروجين بيروكسيد، طبعا الايه؟ الاوكسيديز انزيم، اوكسيديز، خلاص. فين الاوكسيديز؟ بي، هي دي، خلاص. يلا 25 بيقول لك ايه؟ الانزيمز اكت از نوت ان موست اوف البيولوجيكال بروسيس. طب الانزيمز اكت از ايه؟ ها هي عباره عن كاتاليست. عباره عن ايه يا دكتور؟ الانزيمز اكت از كاتاليست يا دكتور في الموست اوف البيولوجيكال بروسيسز. فين كاتاليست يا دكتور؟ اي، لان هي اكيد مش اوكسيدايزنج ايجنت ولا ديترجنت ولا ريديوزنج، فاهم؟ ما قلناش اللي هي لا اوكسيدايزنج ولا ريديوزنج، واكيد يعني مش ديترجنت، يعني مش حاجه منظفه يعني، خلاص. طب يلا اللي بعد، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بيقول لك ايه؟ ما تكسلش. بيقول لي سويت بوتيتو انكلودز اوكسيديز انزيم، السويت بوتيتو بتشمل اوكسيديز انزيم، صح. ويتش هيلب ان ديكومبوزيشن اوف مين؟ الهيدروجين بيروكسيد. ما هو ده سؤال حلو يعني، ها؟ يبقى الهيدروجين بيروكسيد. هيدروجين كلورايد؟ لا طبعا. صوديوم كلورايد؟ لا، صوديوم كلورايد ان اس ال، خلاص. هيدروجين كلورايد اتش سي ال. هيدروجين بيروكسيد اه اتش 2 او 2 هو ده فعلا. طب صوديوم كربونيت ان اي 2 سي او 3 هو ده الصوديوم كربونيت. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك السبيد اوف الكيميكال رياكشن انسايد ذا هيومن بودي، السبيد بتاعت الكيميكال رياكشن انسايد الهيومن بودي مالها؟ ان ذا بريزنس اوف الانزيم، والله كل ما كان في انزيم كل ما كان السبيد اوف الكيميكال رياكشن مالها؟ هات انكريز، خلاص. يبقى هتحصل ايه يا مستر؟ انكريزز، يبقى انكريزز اه هي دي الرايت تشويس، تمام. لان عدم وجود الانزيم هيكون التفاعل ابطا بكتير جدا 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 جدا. قلنا الانزيم الواحد بيقوم بالفانكشن بتاعته ايه؟ بملايين المرات، خلاص. طب يلا اللي بعده. بيقول لك ايه؟ السيراميك سيلز ان ذا كاتاليتيك كونفرتر ليد تو ايه؟ السيراميك سيلز اللي في الكاتاليتيك كونفرتر دي احنا عاملينها ايه؟ احنا مخلين السيرفيس اريا زي ما قلت لك في الشرح الاكسبوز للرياكشن كبيره قوي 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 قوي، وبناء عليه بتاكت از ايه؟ بتاكت از كاتاليست، فبتزود ايه؟ بص بقى تعالى نشوف. هو بيقول ايه؟ كونفرتد ليدز تو ايه بقى؟ بتؤدي لايه؟ انكريزنج السيرفيس اريا اكسبوزد للرياكشن، مظبوط، هي فعلا بتزود السيرفيس اريا زي ما قلت لك، شكل السيلز بتاعتها دي. طب بتزود الكونسنتريشن؟ لا، هو السيرفيس اريا يعني، خد بالك هو كاتاليست، صح صح. وكمان الكاتاليست ده متصنع بطريقه ان السيرفيس اريا بتاعته تكون كبيره، فاهم؟ زي لما اجي اقول لك كده، بنستخدم مثلا النيكل مثلا ككاتاليست، نجيب نيكل ولا نجيب ديفايدد نيكل؟ ها لا، ديفايدد. ليه ديفايدد؟ عشان السيرفيس اريا الاكسبوزد ليه هتكون اسرع، فاهم؟ طب هل دي التمبريتشر؟ لا، مالهاش علاقه بالتمبريتشر، وبالعكس انت لو قللت السيرفيس اريا يبقى انت هتعملها حته بيس كده، قطعه واحده، انما احنا عاملينها في شكل سيلز كده اهو، عشان تبقى السيرفيس اريا الاكسبوزد ريداكشن مالها كبيره. طيب يلا السؤال نمبر 29، اخر سؤال عندك. بيقول لك ايه؟ صوديوم بايكربونيت از يوزد ان البولشنج سيلفر باي يوزنج ابيس اوف ايه؟ بص، صوديوم بايكربونيت ان اي اتش سي او 3
دي بستخدمها في بولشنج سيلفر خلاص، باي يوزنج ا بيس اوف نقط ديورينج ووشنج. ها بيستخدم حته مين بقى يا دكتور؟ احنا قلنا طبعا هيكون الومنيوم، ايه الومنيوم فويل خلاص، يبقى صوديوم بايكربونيت باستخدام ايه الالومنيوم فويل، بنبتدي ايه نلمع، بنلمع بالايه السيلفر الفضه. واضح كده يا دكتور؟ تمام. ده كده طبعا السؤال ده بتاع الابلكيشن. يلا سؤالنا اللي بعده بيقول لك كوريكت، يلا بينا. كوريكت طبعا من الاسئله السهله والهبله جدا بس محتاج تركيز. الرياكشن which take place inside the earth to form نقط may takes million of years. طبعا to form الايه؟ البتروليوم اويل مش الايرون راست، بتروليوم. يبقى بتروليوم اويل خلاص، زيت البترول. طيب نقط is a very fast chemical reaction. الايرون راستنج مين الفيري فاست؟ ده الفاير ووركس. يبقى ايه يا مستر؟ ها هتقول لي الفاير ووركس، الالعاب الناريه. طيب بيقول لك بعد كده النيتروجين بنتا اوكسيد اللي هو ال N2O5 breaking up into نيتروجين داي اوكسيد NO2 and نقط جاز، جازز بي ايفولف. ها احنا قلنا دوت هيكون ايه بقى؟ الاكسجين جاز خلاص، يبقى اكسجين جاز يا دكتور بي ايفولف. هو بيقول لي نيتروجين، لا طبعا هيكون ايه؟ اكسجين. طب يلا اللي بعده بيقول لك اللي تشينج ان دي نقط اوف الرياكتنت اند الريزلتنت ات ا يونت تايم از نون اد سبيد اوف كيميكال رياكشن. طبعا اللي تشينج مش في الفوليوم، امال في الكونسنتريشن خلاص. ريت يبقى كونسنتريشن، تركيزات خلاص. يبقى نمبر 4 يا دكتور هيكون الايه؟ هيكون الكونسنتريشن. طب ات ذا بيجيننج اوف الرياكشن ذا كونسنتريشن اوف الرياكتنت ايكوال ايه؟ في البيجيننج الكونسنتريشن اوف الرياكتنت ايكوال 100%، طبعا مش زيرو، ده البرودكت هو الزيرو. يلا نمبر 6 بيقول لك ايه؟ بيقول لك الرياكشنز اوف الايونيك كومباوند ار ايه؟ بص بيقول لك سلور يبقى فاستر زان الكوفيلنت. تمام كده يا دكتور؟ طب يلا يا دكتوره السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الايونيك كومباوند ار فاست ان ذير رياكشن. الايونيك كومباوند بتكون سريعه في الرياكشن بتاعتها بيكوز زي ديكومبوز اندو نقط ذات ايفي شير ان ذا رياكشن. ها ديكومبوز ايه يا دكتور؟ مش احنا عارفين ان هي بتكومبوز ايه؟ لايونز. ها هي اصلا بتتفاعل عن طريق ايه؟ عن طريق الايونز، ايونات، انما الكوفيلنت مولكيولز. يا رب تكون وضحت. يلا اللي بعده بيقول لك الاير فيلنجز رياكت وذ دايلوتد هيدروكلوريك اسيد. او اير فيلنجز براده حديد هنفعلها مع الدايل اتش سي ال faster than abyss of iron have the same mass due to increase in the in surface area ال exposed لمين؟ للرياكشن خلاص. يبقى surface area ال exposed للرياكشن. طب يلا اللي بعده iron مع 2 HCl diluted يدينا ايه بقى؟ بص الايرون ميتال وده بوزيتيف نيجاتيف، فده هيسبستيتيوت الاتش لان هو مور اكتيف زان الاتش فيخرج H2، والايرن يحل محل السي ال. بص بقى اللعبه فين؟ اللعبه كالاتي، ادي الايرن هيبقى بوزيتيف 2 خلاص، والسي ال نيجاتيف 1، هنا 2 هنا 1، نزلت الرقم هعمل كروس ملتبلاي، ده يتزحلق يجي هنا، دي تتزحلق تيجي هنا. يبقى الايرن موجود كم مره؟ مره واحده، يبقى اف اي. السي ال موجوده كم مره؟ مرتين، يبقى سي ال 2، اذا دي هتبقى مستبعده خلاص، يبقى اف اي سي ال 2. يا رب تكون وضحت وفهمتها خلاص يا دكتور. طيب يلا سؤالنا نمبر 10 بيقول لك النمبر اوف المولكيولز اوف الاسيد ان كونسنتريتد سوليوشن. انا عايز اعرف عدد المولكيولز اللي في اسيد كونسنتريتد، هتكون نقط للنمبر اوف الدايلوتد هتكون طبعا ايه؟ مور ذان ايكوال ايه؟ بتكون جريتر ذان او مور ذان، يبقى مور ذان اتس نمبر ان الدايلوتد ايه اسيد او جريتر ذان اي حاجه خلاص، يبقى هتكون از مور ذان او جريتر ذان، الاثنين صح، الاثنين نفس المعنى بالظبط. طيب the increase in the concentration of the reactant increases the number of the probable collision between the molecules so that in the speed of the reaction in both. اول ما زود الكونسنتريشن يا باشا فمعناها ان النمبر اوف البروبابل كوليجن بين المولكيولز بي انكريز، سو ان السبيد اوف الكيميكال رياكشن بت انكريز، وطبعا هي واضحه وبيقول لك ديكريز يبقى تزيد خلاص. طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر دي خلصناها. نمبر 12 بيقول لك يا دكتور، بيقول لك الباي يوزنج 3 جرام اوف الكاتاليست ان الرياكشن اتس ماس افتر فينيشنج ذا رياكشن از نوت 3 جرام، هتبقى هي بالظبط مش لسه، انا تكون ايكوال تو خلاص، ايكوال تو 3 جرام هي او ايكوال 3 جرام زي ما هي ما اتغيرتش. طب يلا نمبر 13 ايه النقط رياكشن الكاتاليست از يوزد تو سلو داون ذا كيميكال رياكشن. ايه النقط رياكشن الكاتاليست بستخدم، هو بيقول لي بوزيتيف كاتاليتيك، بيقول لي ايه بقى؟ تو سلو داون، يبقى اكيد هو بيتكلم على مين؟ نيجاتيف كاتاليتيك، لان احنا قلنا الكاتاليست نوعين صح ولا مش صح؟ تقول لي صح، واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف
طب يلا 13 نمبر 14 بقى الكاتاليست ذات انكريزز السبيد اوف الكيميكال رياكشن اهو. بص هو عاكس الاثنين دول، هتقول لي هنا ايه؟ هتقول لي بوزيتيف، يبقى بوزيتيف كاتاليست. The speed of the chemical reaction increases by not the temperature. ال speed بتاعت ال rate بتاع ال chemical reaction بتزيد لما بنزود ال temperature. يبقى increasing عكس طبعا الكلمة اللي هو ايه؟ اللي هو قايلها لك. طيب يلا يا دكتور، سؤال true false then correct ال wrong. يلا بينا. أول سؤال بيقول لك إيه؟ بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. During the reaction the concentration of the reactant decreases gradually. خلاص يبقى اثناء التفاعل تركيز الرياكتانت بيقل جرادولي، صح، وايل ان الكونسنتريشن بتاعت البرودكت انكريزز جرادولي. اذا الجمله صح ما فيش فيها غلطه. طيب يلا اللي بعده، السبيد اوف الرياكشن اوف الصوديوم هيدروكسيد سوليوشن. يبقى انا عندي صوديوم هيدروكسيد سوليوشن خلاص وذ الكبر سلفيت سوليوشن، مع الكبر سلفيت سي يو اس او 4، ماله؟ is measured practically عمليا by rate of the appearance of the blue color of mean. خد بالك بقى يا مستر، هو عايز هنا البرودكت عادي خالص، ما هو appearance يبقى برودكت disappearing reacted positive negative positive negative. ها الكاتاين الاول ياخد الانين التاني يبقى يدينا ايه؟ Na2SO4. خلاص جت منين يا مستر؟ لان السلفيت بنيجاتيف 2 زي ما اتفقنا خلاص، والصوديوم بوزيتيف 1 والكبر هنا بوزيتيف 2 على فكره بلس. ها الكبر ياخد الاتش، بص بقى يدينا ايه؟ سي يو او اتش باي 2. مين ده يا دكتور؟ ده انت درسته في ليسون 1، اسمه كبر هيدروكسيد يا باشا. ها لونه ايه؟ هتقول لي بلو يا مستر. يبقى هو بيقول لي بقى باي الريت اوف الابيرنس اوف البلو بلو كلر اوف الكبر سلفيت. بص هو ده كبر سلفيت ولا كبر هيدروكسيد؟ كبر هيدروكسيد، يبقى الاجابه غلط. بنقول له كده باي الريت اوف الابيرنس اوف البلو كلر اوف، وتقوم عامل كده بدل كبر سلفيت تقول لي كبر هاي دروكسايد، وتنقل من اول هنا كده، تنقل من اول هنا اهو خلاص، هتقول لي ميجرد باي تيك 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 تيك، وتقوم عامل هيدروكسايد بس. فهمت اللي هيحصل ايه؟ خلاص تمام. وده طبعا بيكون ايه يا دكتور؟ بيكون بريسيبيتيت يعني راسب، اتفقنا؟ يبقى هتقول لي ده ايه؟ بي بي تي راسب. يلا اللي بعده، الدايليوتد هيدرو كلوريك اسيد يعني اتش سي ال بي رياكت وذ المغنيزيوم اهو، ادي الاتش سي ال هيتفاعل مع الام جي فاستر ذان الكونسنتريتد اسيد. يعني هل الدايليوتد من الاتش سي ال هيتفاعل مع المغنيسيوم اسرع من الكونسنتريتد؟ غلط، امال ده الكونسنتريتد هو الفاستر. فهو الجمله زي ما هي، بدل ما نقول له فاستر نقول له ايه؟ نقول له سلور. نقول له بقى يا دكتور سلور ابطا، لان كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما بيزيد الايه؟ السبيد اوف الكيميكال رياكشن. طيب عظيم جدا، يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. الرياكشن اوف الايرن فيلينجز باودر يعني مع السلفوريك اسيد H2SO4 becomes slower than the reaction with a block of iron with the same acid. يعني لما يكون باودر هيكون slower؟ الإجابة غلط، هيكون ماله؟ هيكون faster. هيكون ماله بقى؟ faster. يبقى ده faster than البلوك، بلوك يعني قطعة كاملة، فهمتني؟ يبقى قطعة ايه؟ قطعة كاملة. طيب يلا نمبر 5 بيقول لك ايه؟ the increase in both the concentration of the reactant and the reaction temperature. لو انا زودت الكونسنتريشن بتاع الرياكت وكمان عليت التمبريتشر، ده انا كده ايه؟ ده كده في تو فاكتور من اللي بيأثروا على السبيد عملتهم. causes the increase in the number of probable collision between the molecules consequently the speed of reaction increases. الجمله صح. ليه صح؟ بص انا هزود ده بتاع رياكتانت وده بتاع رياكتانت، فاهم؟ فهيزودوا الاثنين النمبر اوف البروبابل كوليجن. بالفعل انا لما بزود الكونسنتريشن او بعلي التمبريتشر، الاثنين دول الوحيدين اللي ليهم علاقه بالنمبر اوف البروبابل كوليجن بتاعت المولكيولز، فاهم؟ فهيزيدوا هتزيد، يبقى يزيد الكيميكال رياكشن ويزيد الريت، هيزيد الريت. يبقى اذا جمله مظبوطه ما فيش فيها غلطه. يا رب تكون ايه؟ واضحه معاك ومركز فيها وفاهمها كويس. طب تعالى نشوف يلا سؤالنا اللي بعده. بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك الكيميكال رياكشن دان باي البكتيريا ان الفود ار سلوين داون باي فريزنج. ها الجمله برضو ايه؟ مظبوطه. ليه؟ ما هو فريزنج يبقى انا قللت التمبريتشر، يبقى انا قللت الريت، فالافكت بتاع البكتيريا هيكون ضعيف. فاذا ايه؟ الجمله صح، لانه قال لي بص دان باي البكتيريا ار سلوين يعني بيبطا باي فريزنج، صح خلاص، وعشان كده الحاجه اللي بتشيلها في الفريزر بتقعد فتره اطول. طيب الهيدروجين بيروكسيد ديكومبوز into water and the hydrogen gas evolve. ها الهيدروجين بيروكسيد H2O2 decomposes into water، بيتفكك لميه، and the hydrogen gas قلنا غلط، امال اكسجين جاز يا دكتور هو اللي بي evolve. خلاص قلنا الاكسجين، واضح واضح.
يبقى اكسجين جاز هو الايفابت. تقول له ايه؟ تقول له كده اكسجين جاز بي ايفولفز. طيب يلا السؤال اللي بعده. الديكومبوزيشن ريت اوف الهيدروجين بيروكسيد انكريزز باي ادينج المغنيسيوم اوكسيد. الديكومبوزيشن ريت يعني معدل التفكك بتاع الهيدروجين بيروكسيد اهو H2O2، ده بيزيد لو انا ضفت مغنيسيوم اوكسيد، لا لو انا ضفت منجنيز داي اوكسيد وليس مغنيسيوم. يبقى الاجابه غلط ونقول له الصح منجنيز. خلاص يبقى نقول له ايه بقى الاجابه؟ منجنيز. منجنيز ايه يا دكتور؟ ها داي اوكسيد، يبقى منجنيز داي اوكسيد لان ده اكت اس كاتاليست وليس المغنيسيوم اوكسيد. طب الاوكسيديز انزيم فاوند ان السويت بوتيتو، جمله صح مفيش فيها غلط، فعلا هو موجود في الايه؟ موجود في السويت ايه؟ في السويت بوتيتو. خلاص يلا. الكاتاليست از ا سبستانس ذات انكريز ذا سبيد اوف الكيميكال رياكشن. هو الكاتاليست ماده بتزود السبيد اوف الكيميكال رياكشن، لحد دلوقتي صح مفيش فيها غلطه، ما فعلا ده شغلها. بيكوز ات ديكريزز الانرجي نيدد تو رياكشن. اه والجمله دي مظبوطه صح زي الفل مفيش فيها غلطه. ليه؟ لان انا لو ما حطيتش كاتاليست هضطر اسخن، فانا بزود الانرجي، فاهم؟ طب معنى ان انا ضفت كاتاليست يبقى انا مش محتاج اسخن، يبقى انا قللت الانرجي المستخدمه. يا رب تكون وضحت وفهمتها. يلا بينا يا دكتور على الساينتفك تشير. يلا يا مستر. بيقول لك ايه يا دكتور بعد ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام؟ بيقول لك اللي تشينج ان الكونسنتريشن اوف الرياكتانت اند الريزلتانت ان اليونت تايم اسمه ايه؟ اسمه الريت او السبيد اوف الكيميكال رياكشن. يبقى ده السبيد او الريت خلاص اوف الكيميكال رياكشن. السؤال اللي بعده الكومباوندز ويتش بريك اب انتو ايونز ديورينج الكيميكال رياكشن اسمه ايه؟ اسمه الايونيك. اسمه ايه؟ ايونيك كومباوند. يبقى ده الايونيك كومباوند، ده مركب ايوني. طيب A chemical substance ماده كيميائيه which changes بتغير الريت اوف الكيميكال رياكشن without being changed ده الكاتاليست. يبقى دي عباره عن ايه؟ الكاتاليست. خلاص يبقى ده اسمه ايه يا مستر؟ كاتاليست. طيب substance which increases the speed of the chemical reaction without interfering in it يعني مش هتشارك فيه being consumed او تستهلك برضه الكاتاليست. طيب يلا اللي بعده نمبر 5 substance which slows down the speed of the chemical reaction and doesn't change during chemical reaction. اه هنا بقى يا بوزيتيف يا نيجاتيف، بس هنا طالما هتقلل اه يبقى نيجاتيف كاتاليست. يبقى نيجاتيف ايه بقى؟ كاتاليست. يبقى ده نيجاتيف كاتاليست. يلا نمبر 6 ماله يا مستر؟ بيقول لك الكيميكال رياكشن ان ويتش ذا كاتاليست انكريز ذير سبيد. ها الكيميكال رياكشن ان الكاتاليست بيزود السبيد بتاعته، ده عباره عن ايه؟ عباره عن بوزيتيف بس كاتاليتيك. يعني ايه كاتاليتيك؟ ما هو كاتاليتيك رياكشن يعني تفاعل حفزي، يعني تفاعل بيتم بالكاتاليست والكاتاليست بوزيتيف. ليه؟ عشان بيزود، فاهم؟ عشان بيزود السبيد يعني. يا رب تكون وضحت تمام كده. يبقى بوزيتيف كاتاليتيك رياكشن. طيب الكيميكال كاتاليست which is used to increases the rate of the breaking up of the hydrogen peroxide. مين هو الكيميكال كاتاليست اللي بيزود البريكنج اب بتاع الهيدروجين بيروكسيد؟ هتقول لي المنجنيز داي اوكسيد. يبقى عباره عن منجنيز داي اوكسيد خلاص اللي هو MnO2. طيب بيقول لك كيميكال سابستانس برودوسد باي بادي اوف ليفينج اورجانيزمز اكت اس كاتاليست انكريز ذا بيولوجيكال رياكشن. دي الانزيمز طبعا، ده تفاعل مين او ده الانزيمز. طيب عظيم جدا. يلا اللي بعده الانزيم which is found in the sweet potato and accelerates the decomposition rate of the hydrogen peroxide. ايه هو الانزيم؟ اسمه الاوكسيديز. يبقى الاوكسيديز انزيم. يبقى اسمه يا دكتور؟ ها اوكسيديز. الاوكسيديز انزيم. يلا السؤال العاشر the metallic can exist in most modern car to treat the harmful gases emitted from the engine اسمه الكاتاليتيك كونفرتر. يبقى الكاتاليتيك كونفرتر. عظيم الكلام عظيم الكلام. طيب زي الفل يا دكتور. يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر. بيقول لك ايه؟ complete the following sentences. يلا بينا. اول حاجه بيقول some reaction are very slow بعض التفاعلات بطيئه جدا and need several several months to take place وبتحتاج لعده اشهر. ده الراستنج such as ايه؟ هتقول لي يا مستر الراستنج اوف ايرن او الايرن راستنج. يبقى تقول لي ايرن راستنج
هي راستنج اوف ايرن. اهم حاجه تقول حاجه منهم والاثنين صح. يلا اللي بعده. يلا يا مستر. الايرن راست از ا نوت كيميكال ري اكشن. لسه قايلين اهو. بص بص بص، الايرن راست عباره عن ايه؟ ها، فيري سلو. يبقى عباره عن ايه بقى؟ فيري سلو كيميكال ري اكشن. تمام. وايل الفاير وورك تبقى فيري فاست. يبقى فيري ايه؟ فيري فاست. دول الاثنين فيري. بص، فيري سلو فيري فاست. طيب سؤالنا الثالث بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك at the beginning of a reaction the concentration of a reactant is 100%. في البدايه، في البدايه بتكون 100%. during a reaction the concentration of a reactant بيحصل له ايه؟ بي decrease. بص، decrease gradually. while in the concentration of a resultant ها increase gradually. فهمت اللعبه؟ يبقى هنا decreases increases. بيقل بينقص بيزيد. خلاص، عشان ايه؟ هو شغال يعني during، فاهم؟ during. ماشي، يلا نمبر 5. at the end of a reaction the concentration of a reactant is ايه؟ في النهايه الرياكتانت becomes 0%. يبقى 0%. خلاص، وين الكونسنتريشن بتاع البرودكت؟ 100%. خلاص اتعكست بقى. تمام كده. طيب تعالى نشوف يلا سؤالنا اللي بعده. يلا يا مستر. نمبر 6 بيقول لك ايه؟ اللي تشينج ان الكونسنتريشن اوف الرياكتانت اند الريزلتانت ان ا يونت تايم نون از ايه؟ هتقول لي الريت اوف الكيميكال رياكشن او السبيد اوف الكيميكال رياكشن. يبقى ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن. يلا نمبر 7. النيتروجين بنت اوكسايد بريكس اب انتو نوت ونوت. قلنا نيتروجين داي اوكسايد واكسجين غاز. يبقى اكسجين غاز وان او 2. اكتبهم بقى، تقول لي كده نيتروجين داي اوكسايد اند اكسجين غاز. خلاص، بي ايفولف طبعا. ايه؟ الاكسجين غاز بي ايفولف. طيب يلا اللي بعده. بيقول لك في نمبر 8 ايه يا دكتور؟ بيقول يا مستر at the beginning of the following reaction ده الريشيو اوف ال N2O2 از نوت وايل الريشيو اوف ال NO2 از نوت. طب هو كلمه ريشيو يقصد بيها الايه؟ النسبه ما بين ده وده ايه؟ هو بيتكلم فين؟ في البيجيننج. صح صح. يبقى الرياكتانت 100% والبرودكت مالها 0%. فهمت اللعبه؟ هي دي الفكره بتاعت الريشيو يعني. خلاص. طيب السبيد اوف الكيميكال رياكشن كان بي ميجرد براكتيكلي باي ذا ريت اوف ايه؟ بص، سرعه التفاعل الكيميائي بقدر اقيسها براكتيكلي عملي باي نقط اوف الرياكتانت. الرياكتانت هيحصل لها ديسابير. يبقى ديس ابييرنس. يبقى ديسابيرنس اوف مين؟ اوف الرياكتانت. اند نوت اوف الريزلتانت ابييرنس. يبقى الابييرنس اوف الريزلتانت. يا رب تكون وضحت وفهمتها. يلا نشوف اللي بعده. In the reaction, at the reaction, the speed of this reaction can be measured practically by the disappearance rate of NOT. بص، تعال نبص هنا يا مستر. ادي صوديوم هيدروكسيد، قلت لك ده colorless، عديم اللون. كبر سلفيت حضرتك وانا وانت والناس كلها واللي جنبك واللي جنبنا عارفين ان هو بلو. خلاص. طب يدينا ايه؟ صوديوم سلفيت ده colorless، وكبر هيدروكسيد ده بلو بي بي تي، يعني ده راسب، يعني راسب حته متكتله كده. انما هنا السوليوشن كله لونه بلو. يعني هنا بص، التست تيوب كلها بلو، لونها بلو كده. ده عشان تبقى متخيل الايه ده. انما ده عباره عن بص حته كده ايه، وادي السوليوشن، يبقى حته زرقاء في السوليوشن. يا رب تكون فهمت. خلاص. بيقول لك كان بي ميجر براكتيكلي باي ديس ابييرنس ريت اوف مين؟ ديس ابييرنس اللي في الرياكتنت. يبقى تقول لي ايه؟ الديس ابييرنس اوف ذا كلر، انهي كلر؟ البلو كلر. اوف مين؟ اوف الكبر سلفيت. تقول لي كده الكبر سلفيت. لازم تقول اسم الكيميكال كومباوند. خلاص. اند الابييرنس ريت اوف نقط ها اوف الكبر هيدروكسيد برضو البلو بي بي تي، الرصب الازرق. يبقى بلو بي بي تي اوف مين يا دكتور؟ ها، هتقول لي البلو بريسيبيتيت. طبعا كلمه بريسيبيتيت بريسيبيتيت. خلاص، يبقى البلو كلر البلو بريسيبيتيت. طيب كده نمبر 10. فروم الفاكتورز ذات افكتنج الكيميكال رياكشن ار نقط ونقط ونقط ونقط. يبقى هات لي بقى الفاكتور كلها يا دكتور. يلا بقى رص يا معلم. اول حاجه تقول لي يا مستر ها النيتشر اوف الرياكتنت. الحاجه الثانيه التمبريتشر اوف الرياكشن. بعد كده الكونسنتريشن اوف الرياكتنت. يبقى خد بالك رياكتنت
اتنين ريت النيتشر اوف الرياكتنت كونسنتريشن والتمبريتشر والكاتاليست. خلاص هما دول يا باشا الفاكتورز افكتنج الايه السبيد اوف الكيميكال رياكشن. طيب النيتشر اوف الرياكتنت از ريليتد تو نقط ونقط. النيتشر اوف الرياكتنت يا دكتور حاجه من حاجه من الاثنين، ايه هما؟ انا قلت لك يا اما الكايند اوف بوندنج يا اما السيرفيس اريا. خلاص يبقى الكايند اوف بوندنج يا اما ها السيرفيس اريا الاكسبوزد للرياكشن. يبقى السيرفيس اريا الايه بقى؟ ها هتقول لي الاكسبوزد للرياكشن يا مستر. طيب الرياكشن اوف الكوفيلنت كومباوند ار اي ها سلو. الكوفيلنت كومباوند يا باشا بيكون ماله؟ بطيء يا مستر. طب يلا الرياكشن اوف الايونيك كومباوند ار اي فاست، هنا فاستر ذان الكوفيلنت. خلاص طيب دي اسئله كلها دايركت مفيش فيها اي افكار خالص. اللي بعده الرياكشن اوف الكوفيلنت كومباوند، تفاعل الكوفيلنت اي كومباوند ار سلو بطيء because they take place between نقط. والله ما بين الكومباوند في الكوفيلنت بيبقى between المولكيولز. between ايه بقى؟ ها المولكيولز يعني بين الجزيئات، عشان كده بيكون بطيء فاهمني. طيب while in the reaction of the ionic compound fast because they take place between مين؟ between الايونز. ودي طبعا قلناها ايه؟ قلت لك السؤال ده مهم بيتكرر كتير قوي في امتحانات كتير قوي. خلاص بيتكرر كتير قوي السؤال ده. طيب يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك السبيد اوف الرياكشن ما بين الدايلوتد هيدروكلوريك اسيد، سرعه التفاعل ما بين اتش سي ال اند كاب اوف اير. كاب اوف اير حته ايرن يعني، هيكون ماله؟ ها بالنسبه للاير فيلنجز ما بين نفس الاسيد بيكوز نقط. اول حاجه اولا الاولاني ده الكاب قطعه، هيكون ايه؟ هيكون سلور ذان الاير فيلنجز مع نفس الاسيد. دي اول حاجه خالص. طب الحاجه الثانيه بيكوز ذا نقط اوف الاير فيلنجز از لارج، يبقى السيرفيس اريا. بس كده يبقى السيرفيس ايه؟ السيرفيس اريا الاكسبوزد للرياكشن اوف الاير فيلنجز از لارج. بس يا معلم خلاص. يلا نمبر 17 بيقول لك ايه؟ صوديوم كلورايد باودر يعني ان اي سي ال باودر هي رياكتس نقط ذان اكاب اوف الصوديوم كلورايد اوف الزاسين ماس. اه يعني لو معايا صوديوم كلورايد وجاي معايا صوديوم ايه؟ قطعه، مين فيهم هيكون فاستر؟ فهو بيقول لي صوديوم كلورايد باودر رياكت ايه؟ فاستر، اهو فاستر اسرع ذان كاب اوف صوديوم. فهمتني؟ يبقى ايه ده؟ بيكون فاستر اسرع. يا رب تكون واضحه. طيب الانكريز ان الكونسنتريشن بتاع الرياكتنت، لو اجي على الرياكتنت تزود كونسنتريشن ميكس الريت اوف الكيميكال رياكشن ايه؟ انكريز طبعا، يزيد يا باشا. اول ما تزود لي الكونسنتريشن او التمبريتشر انت كده ايه؟ بتعلي التفاعل بتاعك. خلاص طب يلا نمبر 19 بيقول لك السبيد او الريت اوف الكيميكال رياكشن نقط ديو تو انكريز التمبريتشر. والله السبيد بيحصل لي لما بزود التمبريتشر بتزيد، يبقى انكريز. فاهمني؟ يلا نمبر 20 سبستانس ويتش انكريزز الريت اوف الكيميكال رياكشن، يبقى ماده بتزود الريت بتاع الكيميكال رياكشن without sharing in the reaction، بتزود ما بتشارك، اتس كولد ايه؟ كاتاليست. خلاص بس خد بالك يا مستر، هو هنا الكاتاليست نوع ايه؟ ها بوزيتيف. ليه؟ طالما قال لي انكريزز فاهم، يبقى اقول له بوزيتيف كاتاليست. بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف كاتاليست. خلاص طيب الكاتاليست تشينج ذا سبيد اوف الرياكشن، مين الكاتاليست؟ بيغير السبيد بتاعت الرياكشن؟ اه بس دونت افكت ايذر اتش ايه بقى؟ ها والله لا، الماس بتاعته هو بيتكلم هنا على الكاتاليست بيغير الريت، دازنت افكت على البيجيننج او الستوبنج. صح يعني ايه؟ يعني الكاتاليست يا دكتور بيغير الريت بس مش بيأثر لا على البدايه ولا على الايه؟ ان هو بيوقف الكيميكال رياكشن. فهمتني؟ يبقى دونت افكت ايذر اتس بيجيننج اور ستوبنج، لا هو اللي بيبدا ولا هو اللي بايه؟ اللي بيوقف التفاعل. خلاص كده تمام. طيب تعالى على اللي بعده. ايه اللي بعده؟ موست كاتاليست سبيد اب the chemical reaction or called ايه؟ طالما اللي هيسرع سبيد اب يعني بيسرع الكيميكال رياكشن بنسميها بوزيتيف ايه؟ هتقول لي بوزيتيف كاتاليست، يبقى بنسميها دكتور ها بوزيتيف كاتاليست. طيب كاتاليتيك رياكشن ديفايد اكوردنج تو الرول اوف الكاتاليست انتو نقط رياكشن اند نقط رياكشن. خد بالك الكاتاليتيك رياكشن يا دكتور في منه نوعين، في منه بوزيتيف كاتاليتيك وفي منه نيجاتيف كاتاليتيك، فاهم؟ على حسب نوع الكاتاليست اللي انا بستخدمه. يبقى انتو نقط رياكشن هتقول لي كده بوزيتيف كاتاليتيك رياكشن او نيجاتيف كاتاليتيك رياكشن. طيب
الريت اوف الديكومبوزنج الهيدروجين بيروكسيد انكريزز باي ادينج نقط اور ا بيس اوف نقط. والله الريت بتاع الديكومبوزنج الهيدروجين بيروكسيد بيزيد لما بضيف ايه؟ ها، لما بضيف المنجنيز داي اوكسيد اللي هو الكاتاليست ام ان او 2. يبقى نضيف ايه يا دكتور؟ هتقول لي كده منجنيز داي اوكسيد. يبقى هنا الاجابه منجنيز داي اوكسيد. تمام. اور ا بيس اوف ايه بقى؟ ها، السويت بوتيتو. خلاص، يبقى حته من الايه بقى؟ من السويت بوتيتو. بوتيتو، بطاطا. يلا يا بطاطا، نشوف اللي بعده. يقول لك ايه؟ نوت انزايم انس ان السويت بوتيتو اكت از نوت انزايم. ايه بقى في السويت بوتيتو؟ هتقول الاوكسيديز. يبقى اوكسيديز انزايم. خلاص، ماله بقى؟ اكت از نوت to increase the rate of catalyst. ها، يعني وقت از ايه يعني؟ ارد يعني؟ لا، اكيد كاتاليست. خلاص، يبقى كاتاليست. واضح؟ واضح، ماشي. يلا اللي بعده 26. بيقول لك ايه؟ the most modern car are equipped with not which help in treatment of harmful gases. والله بيكون فيها الكاتاليتيك كونفرتر اللي هي علبه البيئه بقى بالعربي. كاتاليتيك كونفرتر، طبعا يسموها علبة البيئة، فاهم يعني؟ علبة البيئة، صديقة البيئة يعني، برضو بنشغل دماغنا يعني. ان الكاتاليتيك كونفرتر ذا سيراميك سيلز اللي هي الكاتاليتيك كونفرتر بقى علبة البيئة. خلاص، كفرد ويز ا ثين لاير اوف نوت ميتالز از نوت اور بلاديوم. اولا الكاتاليتيك كونفرتر سيراميك سيلز كفرد ويز ا ثين لاير اوف كاتاليتيك ميتال. يبقى انا عندي كاتاليتيك ايه يا دكتور؟ ها، كاتاليتيك ميتال يعني ميتال حفزي. از نقط ونقط، احنا عندنا البلاديوم او البلاتينيوم. بلاتينيوم او البلاديوم، وعشان كده للاسف بيتم سرقتها عشان البلاتينيوم ده غالي، الميتالز دي غاليه لان هي نادره جدا، فاهمين؟ طيب يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور. بيقول لك كومبليت الفولوينج ايكويشنز. يلا بينا. ها، ادي نيتروجين بنتا اوكسيد في وجود الكاتاليست. خلاص، كام هو؟ طبعا مش جايب كاتاليست، المهم ان هو يتحول لل NO2 نيتروجين دايوكسيد واكسجين. بعد البالانس 2 تايمز 2 4، نحط هنا 4 كده، ظبطت زي الفل، ما فيش فيها مشكله. خلاص، يبقى دي اول ايه؟ اول حاجه. يلا اللي بعده. صوديوم هيدروكسيد مع الكبر سلفيت. قلت لك يا دكتور كاتاين اناين، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. البوزيتيف الاول ياخد النيجاتيف الثاني. خد بالك ده نيجاتيف 2 ده بوزيتيف 2. لازم بقى الحاجات دي تبقى حافظها. خلاص، الحاجات دي لازم تحفظها. اسمع اللي بقول لك عليه، هتسهل معاك الامور قوي 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 قوي. يبقى ادي الصوديوم مستر بوزيتيف 1، هفعله مع ايه؟ قلنا هيختار السلفيت. اختار السلفيت اهو، هنا 1 هنا 2، نعمل كروس مالتي بلاي. ده يتزحلق يجي هنا، ده يتزحلق يجي هنا. يبقى الصوديوم موجوده كام مره؟ مرتين. يبقى ان اي 2. السلفيت موجوده كام مره؟ مره واحده. يبقى نقلها مره واحده، اس او 4. خلصنا. بص يلا، نفس الكلام مع الكبر وال او اتش. ادي الكبر بوزيتيف اي 2 او اتش يا مستر نيجاتيف 1، هنا 2 هنا 1. اعمل لي كروس مالتي بلاي، هنا 1 هنا 2. يبقى الكبر كام مره؟ مره، والهيدروكسيد مرتين. يبقى كبر. بص بقى، دي اتوميك جروب، مش هينفعش تقول لي كده او اتش 2 كده، غلط. اتكررت اكتر من مره ما بين 2 براكت، يبقى باي 2. كده انت خلصت يا باشا، خدت الفول مارك بمنتهى الشياكه. خلاص، واضح الموضوع؟ الموضوع بسيط وسهل جدا، بس لازم تتعب شويه يا حبيبي. خلاص، مفيش حاجه بتيجي بالساهل. عايز تنجح تبقى دكتور مش مهندس، ايا كان اللي انت عايزه، لازم هتتعب، لازم هتذاكر، لازم هتجتهد، لازم هتعمل اللي عليك. خلاص، مفيش حد بيقعد كده ايه مأنتخ ومروق كده على حاله. خلاص، وعمال بقى ايه مقضيها بقى سكرولنج هنا وهنا وهنا وهنا، فاهم؟ وهيجيب حاجه. انسى يا بابا، مفيش الكلام ده، انسى انسى. لازم تتعب يا حبيبي عشان تلاقي. خلاص، يلا اللي بعده. ان اس ال مع الاي جي نقط. ها، اداني ان ان او 3. بص الموضوع اهبل قوي يعني. بص يا حبيبي، ادي الان ايه بوزيتيف، صح. انا وانت عارفين ان هو يروح ياخد النيجاتيف اللي هنا. النيجاتيف اللي هنا الحق ما قالوليش يا مستر، ده دي صعبه. مش صعبه يا تحفه، ما هو قال لك ان الان ايه متحد مع الان او 3. اذا مين اللي كان هنا اصلا؟ ما انا عارف ان الان ايه هياخد نيجاتيف، يبقى النيجاتيف اللي هنا كان ان او 3 نيجاتيف. خلصت. فهمتني؟ فهمت بنيتها ازاي وفكرت فيها ازاي؟ واضحه؟ تمام. طب يلا بينا نكمل. يلا، اذا يا مستر احنا عرفنا ده. ده مع ده يدينا ايه؟ يدينا اي جي سي ال، ده وايد بريسيبيتيت. يبقى ده كده وايد بريسيبيتيت، اللي فوق ده طبعا بلو بريسيبيتيت. خلاص، عشان تكمل الداتا بتاعتك كامله. طيب يلا يا باشا، السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ الاير مع 2 اتش سي ال دايليوتد. الكلام على ايه يا دكتور؟ ها، هتقول يا مستر الايرن ميتال مور اكتيف ذان الهيدروجين اوف الاسيد، فهي سبستيتيوت الهيدروجين بتاعت الاسيد، فيخرج في صوره ايه؟ اتش 2 جاز. والايرن يتحد مع سي ال، قلنا ان الايرن بوزيتيف 2 سي ال نيجاتيف 1، هنا 2 هنا 1، هتعمل كروس مالتي بلاي. يبقى الايرن مره واحده، يبقى اف اي. سي ال كام مره؟ 2، يبقى سي ال 2. هي دي كده الاجابه بتاعتك.
خلاص نفس الفكره بالظبط، يبقى الاتش 2 هيتصاعد ويتبقى ايه ام جي سي ال 2. حد يقول لي يا مستر طب مش مفروض ام جي هنا سي ال 2 وهنا هيدروجين؟ يا حبيب قلبي لما اقول لك 1 بلس 2 فرقت يعني لما اقول لك 2 بلس 1؟ ما هنا المجموع 3 وهنا المجموع 3، ما فرقتش يا باشا. في الجامعه عادي نقدر نبدل، خلاص في الجامعه وفي الضرب نقدر نبدل، مفيش مشكله. خلاص كده يا دكتور؟ طيب هنكتفي بهذا القدر في الفيديو الاولاني، هنبقى احنا كده واقفين يا اولاد عند سؤال نمبر 7 جيف ريزون. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعده هينزل لك نكمل بقيه حل الاسئله بتاعتنا. خلاص الدرس سهل لذيذ جدا، يعني ان شاء الله باذن الله ممكن فيديو تاني ونلم لك فيه الجزء اللي باقي. شكرا مشاهده، ربنا يوفقك يا رب. سلام عليكم. ما تنساش لايك شير لكل زمايلك واشترك في القناه وفعل الجرس. سلام عليكم.